مشاهدينا، بعد ما مكملين معكم بالحوارات المباشرة عبر لبنان اليوم، ومع ضيف اليوم عميد أو أمين عام الكتلة الوطنية بيير عيسى. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مبين ابن جبال. يعني اليوم بعدنا بعد أكثر من شهر من الحراك المدني والثورة والانتفاضة، بعدنا روح مكانك بشأن الملف الحكومي، وشفنا رئيس الجمهورية رئيس ميشيل عون طرح بعض مواصفات الحكومة اللي هي رح تكون ممثلة من الأحزاب السياسية وأيضا من الحراك المدني. ما تعليقك على هذا الطرح؟ يعني ما بعرف هو كيف عم يسمع ويقرأ الشارع، نحن قراءتنا واللي عم نسمعه بالشارع هو مختلف. يعني في أزمة اقتصادية ومالية عارمة بعدنا مبلشين فيها، بلشت قبل 17 بشوي، والشارع عم يهتف كلمة واحدة، كلمة واحدة. 76% من المواطنين اللبنانيين عم بيقولوا شغلة واحدة: ما بقى نأمن لكم، ما بقى مأمنين لكم، لا لكم ولا لأدائكم. وقت نجي نحكي ما بعرف شو بيعني بسياسية، لأنه للناس بدهم إياه حكومة مستقلة. وقت منقول مستقلة يعني مستقلة عن أحزاب السلطة، ومستقلة عن أحزاب السلطة يكون الناس لو مستقلين عن ما ياخدوا أوامرهم من أحزاب السلطة، هيك معناتها. لأنه الأزمة الاقتصادية أول شيء بدها ثقة، بدنا نسترد ثقة المجتمع الدولي، المستثمرين والرأي العام. لتسترد الثقة الطبقة الحاكمة اليوم أحزاب الطوائف أحزاب السلطة فقدوا الثقة كليا. هلا مش معناتها وتقول سياسي انه ما بقى في ناس تفهم بالسياسة الا باحزاب السلطة. في كتير ناس تتعاطى سياسة وتفهم بالسياسة ومنا باحزاب السلطة وما تاخد اوامر من احزاب السلطة. هلا بيسوى يكونوا ناس قادرين وعندهم ميول لحزب من احزاب السلطة، بس مش معناتها بياخدوا اوامرهم من احزاب السلطة. اول شغلة ضروري تكون مستقلة الحكومة، اثنين ضروري تكون مصغرة لانه الازمة قوية ولازم تتحرك بسرعة، ثالث شيء لازم تكون قادرة، يعني الناس قادرين، الناس بيقدروا يفعلوا، ويكون عندهم صلاحيات موسعة على الأقل بالموضوع الاجتماعي والموضوع المالي والاقتصادي. طب لما رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يطرح هالمواصفات للحكومة، هل نحن وصلنا إلى حائط مسدود من الحوار بين الحراك المدني والسلطة السياسية؟ يعني وضع كادر معين للحكومة المقبلة، وأيضا بخطابات سابقة دعا الحراك المدني إلى حوار، يمكن لو صار في حوار يمكن ما توصلتوا لكادر معين أكثر، يمكن اتفهمتوا على كادر معين للحكومة المقبلة. أول شيء الشارع أو المواطن اللبناني ما عنده إطار، ومنه يعني لنه حزب ولنه مجموعة ولنه جمعية. يعني مين اللي بيمثل، مين بيقدر يحكي باسم الحراك باسم اللي عم يطلب هلأ؟ نعم. مين اللي عم يطلب؟ لا انا بمثل حالي. لا مش حضرتك، مين اللي عم يطلب من الحراك بدنا حكومة تكنوقراط؟ كل الناس، اسمع الناس بالشارع. بيقول لك كلكم، يعني كلكم شو يعني؟ عم يحكي عني وعنك وقت بيقول كلكم يعني كلكم؟ لا انا عن مين عم يحكي؟ عن رجال السلطة. طيب. نعم. شفت لك شي حدا باقصى الشمال او باقصى الجنوب او بالوسط او بالجبل او بالبقاع عم بيهتف غير كلكم يعني كلكم؟ هلا في ناس جربوا يركبوا الموجة، وفي ناس عم بيعادوا الموجة. كلكم يعني كلكم، الموجة ما بدها لا اللي عم بيجربوا يركبوا الموجة ولا بدها اللي عم بيعادوا الموجة. هيدا الموضوع. هلأ وتقلي حوار أو غير حوار، مع مين الحوار؟ منه الشارع واضح 76% من الناس. يعني أحزاب السلطة بدهم وقت يمكن ليستوعبوا، صار لهم 4 عقود بالسلطة، بدهم وقت ليستوعبوا انه في لاعبين جداد اساسيين خلقوا بهالثوره. اولهم المواطن اللبناني المتحرر يلي حر من كل القيود، تحرر من كل القيود. هيدا المواطن اللبناني، هيدا اكبر لاعب اليوم على الطاوله. 76% من الناس على الاقل هم مواطن لبناني حر متحرر من كل القيود، وهيدا لاعب اساسي ما فيهم يتجاهلوه. هلا تغير شيء مهم، يعني قبل 17 مش بعد 17 شو يعني؟ يعني النظام اللي ماشي وسيستم الشغل اللي ماشي قبل 17 مات. عطول تكون في موت في 3 مراحل، في اول مرحله النكران، وثاني مرحله الكآبه، وثالث مرحله القبول. في بعض احزاب السلطه بعضهم بالنكران،
الآخر صار بالكآبة وعم بيجرب يشوف كيف بده يخلص ما اللي بيقدر يتخلص، اوكي، بس بعد ولا واحد منهم وصل على القبول. نتأمل انه نوصل على القبول باسرع وقت. نعم، حسب القوات اللبنانية ما وصلت للقبول. انا برأيي لا، وحسب الكتائب ايضا عم بيجربوا يركبوا الموجة. يركبوا الموجة، بس يمكن كمان قبلوا بالواقع الشارع، صح؟ خلينا نتفق على واقع الشارع. طيب اوكي، خلينا نتفق على واقع الشارع لنشوف مين عم يقبل شو، وشو يعني عم نقبل، وشو يعني انتهاز، وشو يعني. الثورة بلشت قبل 17 تشرين بكتير بنفوس الناس. وقت نحكي عن الثورة، شو يعني ثورة؟ ثورة يعني تغيير نظام. انتفاضة يعني تشيل مسؤول عن النظام وتحط محله مسؤول آخر عن نفس النظام. الثورة تغيير النظام، والمستقبل رهنة الثورجية، ومش فارقة معه الثوار، مش فارقة معه المنتفضين، عفوا. أوكي، شو هو النظام يلي بده يتغير؟ نظام عمره 100 سنة من عمر لبنان الكبير. شو هو؟ نظام نادي سياسي فيه أحزاب طوائف، مش أحزاب، أحزاب طوائف، ونادي مغلق. ركائز هالنظام، عشو مرتكز هالنظام؟ على الطائفية وعلى الزبائنية وعلى الفساد، وعلى الفساد، على التبعية والارتهان للخارج، التبعية والارتهان للخارج، وعلى منطق الزعيم بالقيادة، وعلى التوريث السياسي والإقطاع السياسي. اليوم لتغير هيدا النظام، يعني الثورة، هي الناس عم بيقولوا بدنا مواطنة، ما بقى بدنا طائفية. وتبينت طرابلس عم تهتف لصور، وصور عم تهتف لطرابلس، وساسين عم تهتف للنبطية. طيب عم بيقولوا بدنا دولة القانون، وما بقى بدنا الزبائنية، بدنا دولة القانون كلنا، بدنا النزاهة، وهيدي كتير ظاهرة، بدنا النزاهة، ما بقى بدنا الفساد، بدنا السيادة، ما بقى بدنا التبعية والارتهان للخارج. وتنحكي بالسيادة، عم نحكي بالسيادة لبنان، يعني بيسوى لبنان يكون عنده أفضل العلاقات مع الكل. بس اليوم الوضع يلي عم بيخيره الناس انه يا مع أمريكا يا مع إيران، يا مع السعودية يا مع سوريا. يا خيي، لا بدي يكون مع السعودية ولا بدي يكون مع سوريا، لا بدي يكون مع إيران ولا بدي يكون مع أمريكا، بدنا نكون مع لبنان لمرة واحدة ويكون عندنا علاقات جيدة مع الكل. بس أصبح بدنا سيادة، ما بقى بدنا تبعية، وبدنا ديمقراطية، وما عاد بدنا اقطاع سياسي. هيدا أكتر، هيدا شو هلا إذا بتاخدها، إذا بتاخدها ساعتها أنا بدي أسألك السؤال. برأيك، سألتني عن القوات اللبنانية، إذا بياخد هودي ركائز قبلوا القوات اللبنانية بهودي الخمسة، إذا قبلوا بهودي الخمسة بيكونوا وصلوا على حالة القبول. أنا برأيي إذا الواحد قبل يستقيل من الحكومة، وقبل ما يكون له حصة بالحكومة الجاية، بيكون قبل بالثورة. لا، اللي بيقبل بالثورة هو اللي رضي انه تغيير النظام، نادي احزاب الطوايف، وحكر عليه العمل السياسي، ومرتكز على هالخمس ركائز، هيدا اللي عم يتغير. وخلينا نحسب كل واحد بتصرفاته وبالتكوين تبعه إذا نوصل للأحزاب. عم نحن بمطرح رح ما وكانك مثل ما بلشت بأول السؤال، يعني بعدنا بعد ما تشكلت الحكومة، رئيس الحريري متمسك بحكومة تكنوقراط، الرئيس عون دعا، شفنا الطرح اللي قدمه الرئيس عون، أيضا في كان طرح من يومين للرئيس بري أنه تكون 6 وزراء من الأحزاب السياسية و14 وزير من الحراك المدني. طب يعني كل هال يعني خلينا نقول الطروحات ما عم تقبلوا فيها كحراك مدني، متمسكين بتكنوقراط فقط. لكن البعض يحذر من حكومة تكنوقراط وحيدة، انه نحن منا ببلد هالقد عنا رفاهية امنية او سياسية، يعني نحن في حدودنا اسرائيل، في عنا الوضع متأزم جدا وناري بسوريا وايضا كل المحيط العربي، فبدنا ناس وجوه سياسيين يكونوا في تفاوض مع الخارج، او يكون في اي نسيج علاقات مع الخارج. اما التكنوقراط فهي تتحول مثلا وزارة المال، وزارة الاقتصاد، وزارة الصحة. كيف تعليقك حمود؟ اول شيء ماني موافق، وثاني شيء برايي ما في شيء اسمه حراك، ما في شيء اسمه حراك. في بعض المجموعات، في جمعيات مطلبيه، في مجموعات، في اشياء نشات هلا بوقت الثوره، في احزاب مستقله، والى كل هدول مع بعضهم ما بياثروا الا 1% من الشارع، 1% من هال 76% من المواطنين اللبنانيين. المواطن اللبناني سيد نفسه، هو اللي بيقرر. والبرهان
كل ما بيطلعوا بتصريح الشارع بيجاوب قبل ما اي منظومة او جمعية او حزب وكذا يكون هو جلجل افكاره لا يعرف كيف بده يعمل ردة فعل. الشارع عم يعمل ردة فعل قبل الكل. ما ننوهم انه هيدا الشيء موجود. هلا ما ننوهم كمان انه اللي عم بيقولوا لنا اياه انه بالنتيجة ونحن وفي العدو الاسرائيلي على حدودنا وفي قضية سوريا وفي قضية الاقليمية. يلي واضح ما نحن بعدنا عم نحكي بالسيادة. الحل الوحيد لهيدي هي سيادتنا ومفهوم صحيح للسيادة. اليوم ما بآمن انا بالمؤامرة وانه حدا خطط وفي مؤامرة مثل ما البعض عم بيقولوا انه في مؤامرة وفي سفرات وفي كذا. بس اللي اكيد انه في انتهاز. وقت بيصير حدث مثل اللي عم نعيشه من شهر لليوم اكيد في ناس بدهم يجربوا ينتهزوا من الداخل. في ناس بدها تركب الموجة وناس بدها تعادي الموجة والى اخره. وفي اكيد الاطراف الخارجية. يلي واضح بالارجح انه الامريكان ما بدهم حكومة يكون فيها حزب الله، والايرانية ما بدهم حكومة الا ما فيها حزب الله. بيسوى شي مرة نكون مع لبنان ونتحرر من هالقيود هيدي، ونحن كلبنانيين موحدين كلنا مع بعضنا نعرف انه اذا بدنا نطلع البلد من الجورة يلي وضعناها فيها. يعني هدول احزاب السلطة باربعين سنة وصلونا على مأزق. لانه انا ما حكيتك عن اللاعب التاني اللي صار في المواطن اللبناني، في الازمة الاقتصادية الداهمة، الازمة الاقتصادية والمالية الداهمة يلي ما بتسمح بقى نقعد نماطل وناخد وقتنا وبالمهل ونمد المهل ونبعت بالونات وساعة منجرب انه الصفدي رح يمشي ولا ما رح يمشي وكذا. في نحن كلنا ركبين على فرد باخرة، احزاب السلطة وجماعتهم واتباعهم والمنتفعين ركبين على هالباخرة، وكل المواطنين اللبنانيين ركبين على هالباخرة. وهالباخرة فيها بخشة الان. نعم. عم بفوت ماي. من منطقة الحل اللي كان يمشي داري. من منطقة من كلامك انه الكل ركب بالسفينة اللي ممكن تغرق قدام الازمة الاقتصادية اللي عم يمر فيها. بس ايضا ما بدي فوت بلغة الارقام ولا بلغة الاعداد. ان شاء الله يكون نزل 3 ملايين يلي هو، بس كمان في مليونين بدهم احزاب. ليش عم يكون في اقصاء للاحزاب بالحكومه الجديده؟ عظيم. برايي ما في اقصاء لحدا، وما في خيار انه اذا بدنا نركبها لون واحد سياسيه، بدنا نركبها تكنو سياسيه، ولا بدنا نركبها مستقله وقادره. لانه هيدا الطروحات. اليوم انا برايي ما انه خيار، مفروض علينا، الوضع فرض علينا. ما خليتني كفي اقول لك اللاعب الثاني الاساسي يلي بعدنا عم عايشين بالنكران. في أزمة اقتصادية ومالية مثل هالسفينة فيها بخشلات، كل يوم عم بفوت ماء وعم تغرق السفينة كلها فينا، كلنا عم تغرق السفينة. الحل اللي كان بيمشي مبارح ما بقى يمشي اليوم، والحل اللي بيمشي اليوم ما بقى يمشي بكرة. هيدا الأزمة الاقتصادية والمالية المكون الأساسي للواحد يحله أو يخفف من وطئة هالأزمة العارمة، لأنه بعدنا بالأول في ايام صعبة كتير جاي. العامل الاساسي هو الثقة. الثقة ثم الثقة ثم الثقة. الثقة برأيك، حكومة من لون واحد بتأمنه؟ حكومة تكنو سياسية بتأمنه؟ يكون فيها ناس من احزاب السلطة يلي وقعوها؟ ما طلعنا شعارات. اللي خربها ما بحياته عمرها، بس اللي خربها بده يحمل مسؤوليتها. وهلأ نحكي كيف بدنا نحمل المسؤوليات. بقى اليوم منه خيار، ما عنا رفاهية الخيار. مش منتبهين بعد انه هني عم بيفوضوا ويشدوا حبال ويلعبوا كباش مثل قبل، وعم يربطوا نزاع بين بعضهم. لك ما عندك هالرفاهية هيدي. الوضع فارض علينا الحل الوحيد. لا الشارع اللي فارضه، ولا امريكا اللي فارضته، ولا ايران اللي فارضته، ولا احزاب السلطة اللي فارضته. الحل، المشكلة فارضة الحل تبعها. نحنا ما عم نعبر عن رغبة طرف او اخر، عم نقول الحل الوحيد لهيك مشكلة هو هاي. يعني إذا عندك مرض، هون بدك تستأصله، ما فيك إذا أخذت حبة أسبرين بتحله أو إذا عملت. الحل الوحيد إنك تستأصله من هون. طيب الثقة كيف رح تاخذ الثقة هالحكومة؟ نعم، كيف تاخذ الثقة؟ تحت ضغط الشارع؟ مش تحت ضغط الشارع. الشارع مجلس النواب كلهم أحزاب سياسية، كيف تاخذ الثقة هالحكومة؟ الشارع والأحزاب أصلاً. إذا الأحزاب السياسية ما اقتنعوا باللي أنا عم لك إياه هلا، إنه المشكلة فارضة الحل تبعها، ما رح يقتنعوا، ما في خيار. إذا ما اقتنعوا مش رح يركبوا، يعني ما رح يروحوا 30 سنة من الأمبراطوريات طي آخر شيء يسلموها هيك عظيم على طاقم الفضة للحراك المدني. هن معربطين بأوضة النوم ورح تغرق الباخرة بأوضة النوم والصالون وكل شيء. طيب يعني
هذا اسمح لا, لا 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 انا برايي عم تظلمهم. يعني انا برايي عم تظلم مين؟ عم تظلم احزاب السلطه واحزاب الطوائف. احزاب الطوائف مزبوط عندهم علل كتير, بس بعاد انهم يكونوا غبايا, وبعاد انه يكون ما بقى عندهم حس الوطنيه ابدا بالمره والانسانيه ابدا بالمره. اوكي, بعد عندهم شويه حس وطني وشويه حس انساني, واكيد اكيد منهم اغبياء. فاللي عم نحكي فيه انا وياك رح يوصلوا له, بس هن هلا مصدومين مثل ما قلت لك. وتصير في صدمه اول شيء نكران, وبعدين كئيبه, وبعدين نقبل ان شاء الله نقبل بسرعه. حزب الله باي مرحله؟ وما تنسى انه هو عامل اساسي بالتركيب الحكومي, وايضا ما ننسى كمان سلاح المقاومه. يعني هو باي مرحله من هالمراحل اللي حضرتك سمعتها؟ هيدي انا برايي يمكن اقرب واحد للقبول يمكن حزب الله, مع انه مبين انه هو اكثر واحد معارض اليوم لهالشيء. هذا حزب الله معه حق, حزب بطبيعته وبعمله وبتاريخه الحديث مؤسسة ومنظمة بحالة حرب, واللي بحالة حرب بده يضله حذر بطبيعة الحال. يفكر انه هو المستهدف بهذه العملية, وسلاحه المستهدف. ابدا ابدا لا هو مستهدف ولا سلاحه مستهدف. برجع بكرر, الناس اللي عم تقولوا بلشت الثورة من قبل, الناس مستهدفة ركائز النظام يلي هني عن جديد الطائفية والزبائنية والفساد والتبعية والارتهان للخارج والاقطاع السياسي. اليوم ابدا منه اولوية قضية المحاور الاقليمية وحل قصة المحاور الاقليمية. شو الضمانة؟ ابدا. شو الضمانة؟ ابدا رح اقول لك شو الضمانة. ابدا منه اولوية. اليوم السفينة عم تغرق. الأولوية الأزمة الاقتصادية والمالية, وخاصة الأزمة الاجتماعية اللي ناجمة من هالأزمة الاقتصادية والمالية. هيدي الأولوية. تاني أولوية هي قصة الحوكمة وكيف نفرز سلطة جديدة وعادلة. وآخر أولوية هي قضية حل المحاور الإقليمية. حل المحاور الإقليمية صار العمر 60 سنة وما انحلت بلبنان, إذا مش أكتر من أيام عبد الناصر لليوم, بعد ما انحلت هيدي. مزبوط. اليوم عم تغرق السفينة, رح نيجي نحطها هيدي على الطاولة, ما سمعت حدا حطتها على الطاولة. ما في غير الهواجس تبع حزب الله يلي مجبور, لأنه مثل ما قلت لك هو بحالة حرب, مجبور يضلوا حطتها هيدي هيجي. كيف تعطيه تطمينات؟ نعم. كيف تعطيه تطمينات؟ ركبنا حكومة قادرة. نعم. ومستقلة, يلي هو هيدا المطلوب. حكومة قادرة ومستقلة لتجرب تخفف من الوضع الاقتصادي عظيم. مين في مجلس النواب؟ مين بده يعينها الحكومه؟ مجلس النواب بده يعطوا الثقه. اللي بيطلع الحمار على الميدان بينزله. اكثر من هيك ضمانه؟ يعني ما عم افهم ليش فيها واجز. بعدين وقت منقول مستقل, انا وقت عم اقول لك انسان سياسي اول شيء ما يستخفوا بعقول الناس وبخبرات الناس والى اخره. ما في ناس تتعاطى سياسه وتفهم بالسياسه الا باحزاب الطوائف. معلش يسمعوا لنا, يعني انه في كتير ناس تفهم. ما عم نقول مستقل يعني منه بحزب من احزاب الطوائف, من احزاب منه السلطة قدر. ايه, وما بياخد اوامر, بس مش معناته ما عنده ميول. بيسوى واحد انا عندي ميول لحزب الله, حضرتك عندك ميول لتيار المستقبل ولقوات اللبنانية, مش معناته تاخد اوامرك من القوات اللبنانية, ومش معناته بياخد اوامري من حزب الله. بس اذا كان ميولي لحزب الله, يعني اكيد بالارجح مش رح نص سياسات تكون ضده لحزب الله. طيب انا بهالمنطلق انا بدي اقول لك ليش انا سالتك عن شو تطمينات للحزب الله, مش ما حدا يقرب صوب يمكن المحاور الاقليميه وايضا حول سلاح حزب الله. شفنا اليوم في مواقف خارجيه. اول شيء شفنا الموقف الروسي كان بارز جدا, اللي هو كان شبه غايب عن الساحه اللبنانيه, انه ليس مش انه منه قبلين بحكومه التكنوقراط. كمان اليوم شفنا هلا من شوي فيلتمن عم بيقول انه انعكاسات التظاهرات على السياسه الامريكيه تجاه لبنان, روسيا تريد ان تكون هناك. وشفنا كمان ايضا بعض التحاليل الصحفيه, يعني السيده راغده درغام كتبت انه ايران وروسيا يسعيان لاخماد الانتفاضه في لبنان. يعني شفنا هل الثوره صارت دوليه اكثر, وكمان عندها امتداد للعراق وللايران, لايران شو عم بيصير. يعني مشان هيك يمكن بعد ما اخذ ضمانات, مشان هيك بعد عم ينادي بحكومه سياسيه او حكومه لون واحد. سفينتنا اللي عم تغرق ونحن اللي عليها, لا الايرانيه عليها
ولا روسية عليها ولا الأمريكان عليها لها السفينة، نحن اللي على السفينة. واليوم لأول مرة بتاريخ لبنان عندك هالوحدة الفظيعة الفظيعة لنأمن مناعة ضد التدخلات. هيدي مثل برجع بكرر منا مؤامرة لا من الروس ولا من الإيرانية ولا من الأمريكان ولا من حدا، كلهم عم ينتهزوا الموضوع. بدنا نحصن حالنا، بدنا نحصن حالنا ونأمن مناعة، وخاصة بهالظرف لأنه هيدا الظرف جدا دقيق وسفينتنا اللي عم تغرق ونحن اللي على السفينة مش هن اللي على السفينة. دونك وحدتنا هي ضمانتنا، وحدتنا هي ضمانتنا. تاني شيء بتحكيني بالضمانات، طيب مجلس النواب بأول فترة ضماني، وتاني شيء البيان الوزاري. حدا ما سمعت حدا عم يحكي أنا عن موضوع الصراعات الإقليمية، صلنا 40 يوم بالساحات ما سمعت ولا مرة انطرح هذا الموضوع. ليش هني عندنا هالهجز وسمعوه؟ وين سمعوه؟ كيف سمعوه؟ ما بعرف، بس أنا شخصيا ما سمعته. أنا ولا ما خليت ساحة ما ولا أنت، وما بفتكر حدا سمعوا هذا الموضوع. طبيعي يكون عندهم هواجز، بس كمان طبيعي يقروا مزبوط ويعرفوا انه هيدي منا أولوية. اليوم تبه كلنا بالهوى سوا، وكلنا بالليرة اللبنانية سوا، وكلنا بالطرقات سوا، وكلنا بالهوى سوا، وبالماي سوا. وقت بدها تغرق عم تغرق على الكل، نحن وجمهور وشارع حزب الله والكل، كلنا سوا، لا الإيرانية ولا الأمريكان ولا المناعة الوحيدة. أصبح وقت بدنا نعمل خطة، بدنا نعمل خطة نحل أولوياتنا أولوياتنا. وبالنسبة للصراع الإقليمي خلينا نتركه على حاله، في عنا نحن أخدين بالبيان الوزاري السابق نائب النفس وإلى آخره، خليه على حاله، كون على سبيل أنه ما حدا رح يعارضه. هيدا استاذ بنعت، ما حدا قادر يفاوض ويشد حبال بهالظرف. بنعرف انه الكتله الوطنيه هي دينامو الحراك، يعني يعني من الحملات الاعلانيه اللي بلشت قبل الحراك، وايضا الشعارات الوطنيه والمعاشيه، يعني كيف في حمله ناجحه مبرمجه للكتله الوطنيه. لكن نسمع ايضا من يومين انه الرئيس بري تسلم اوراق او مطالب من الحراك، من زاره الرئيس بري؟ صدقني ما بعرف مين هالحراك. انا بتشكرك يعني سيد غنى ولا سيد فقر، بس حابب احكي ما دامك حكيت عن الكتله الوطنيه. نحن رجعنا طلعنا الكتله بشباط ب 10 شباط 2019، ب 10 شباط 2019 وقت عملنا المؤتمر الصحفي قلنا في ازمه اقتصاديه وماليه جايه، والحل الوحيد هو استرداد الثقه، والثقه ما تنرق الا بحكومه مصغره مستقله وقادره. اوكي، رجعنا بمشروع الموازنه تبع 2019، كمان عملنا مؤتمر صحفي وكررنا ذات الشيء، وشايفين نحن انه اول ضحية لأزمة اقتصادية هن الفقر. وضع الاقتصادي بلبنان مزري لدرجة انه في خطر، في اليوم عم بيقولوا بين 25-30% من اللبنانية تحت خط الفقر، 33 سنة اوكي، رح يفز لل 50-55 اذا مش 60%، يعني كارثة اجتماعية. بما انه هو اول ضحية، اول برنامج حبينا نعمله بانطلاقتنا، لانه نحن عملنا انطلاقه مثل ما بيقولوا سوفت لونش، يعني هيك على الخفيف تدريجي. انطلاقتنا القويه كانت بحمله اعلاميه. بدل ما نعمل حمله للكتله الوطنيه، عملنا حمله لاقتراح قانون لمكافحه الفقر المدقع. بدل ما نعمل حمله لحالنا، عملنا حمله لمكافحه الفقر المدقع. اجت الثوره من بعد بيومين اكدت صواب رؤيتنا ونظرتنا واستراتيجية تبعنا، بس مش معناتها نحن اللي محركين الثورة. هلأ سيد غنى ولا سيد فقر، بدي أقول لك شغلي، من أول ما بلشت الثورة طلعت فيديو أول نهار للمحزبين والمناصرين وقلنا، عم قلهم ثورة، هيدي ثورة مواطنية عفوية شبابية نسائية، يلي من أعضاء الحزب أو أصدقاء الحزب أو مناصرين الحزب حابب يشارك بهيدي بيشارك بصفته الشخصيه مش بصفته ككتله وطنيه من الاول. وحكينا انه نحن، وهذا الفعل بالواقع صدقني، ومش بس نحن وغيرنا، وهذا مش خيار لانه هيك فارض اليوم الشارع سيد نفسه والمواطن اللبناني. هيدا المارد طلع من الأمقم، نحن شفناه في عندك. بس ما قلت لي مين الحراك اللي نزل عند الرئيس بري؟ وحياتك ما بعرف يعني في مين سمع حاله ينزل يقدم ما بعرف اقتراحات او مطالب. الصراحه سمعنا كثير اشياء، لانه وقت بلشت ما بالاول النكران مشي هذه شغله بسيطه، يلا جربوا. لا توزع الخبر بصفه رسميه يعني مزبوط، بس ما هن جربوا كذا تجربه، جربوا
يفرطوها بالشد العصب الطائفي ما مش الحال، الطبقي ما مش الحال، المناطق ما مش الحال، جربوا الجيش ما مش الحال، جربوا البلطجية والشبيحة ما مش الحال، جربوا التخوين والمؤامرات وإلى آخره وما مش الحال، جربوا يقسموا الصفوف وخرق الصفوف وكذا، وناس بيحكوا باسم الحراك بس ما حدا بيمثل الحراك، كل شيء جرب. ما بعرف إذا هيك معلومة إلى علاقة بهالعمليات هيدي بهالتجارب الفاشلة. هل تعتبروا أنه عدم تسمية بعض الأشخاص لتمثيل الحراك هو نتيجة تعلمتوا من قصة طلعت ريحتكم اللي صارت من سنتين وقت أزمة النفايات؟ لانه شفنا بعدين اللي كانوا قايمين الحملة نزلوا على انتخابات بلوائح الاحزاب يعني لا. الانتخابات يعني هل تعلمتوا من هذا الشغلة مشان هيك ما راح تسموا ولا اي قياديين لحراك؟ لا ما بفتكر، بفتكر انه هيدي شغلة عفوية اللي ما صار بالمفهوم صار بالحس، الناس حست. فيك تشوف قلت لك بالاول انه الثورة بلشت قبل 17 صح. بالنفوس، بالنفوس عند الجميع، وتجلت ب 17 بس تجلت قبل بال 2015 بقضية النفايات، ويمكن تجلت قبل. الثورات بياخدوا وقت، ما بتغير نظام صار عمره 100 سنة، نادي أحزاب طوايف ومرتكزين على الخمس ركائز صار لهم 100 سنة بتغيرهم بين ليلة وضحاها، هيدي تاخد وقت لتنمى وتتجلى ب 2015 يلي تبين اليوم. يعني إذا نجي من قارن اليوم مثلا بال 2005، بال 2005 دغري لموا الموضوع، صار في قيادة وصار في صورة واحدة، يعني نفس اللون ونفس الشعارات ونفس شوف اليوم قديش الغنى بالشعارات، قديش الغنى بالأفكار، قديش غنى بالمبادرات. يعني ما حدا قال لحدا سكروا طريق افتحوا طريق، ما حدا قال لحدا دقوا على الطناجر، ملفات تقيلة. يعني هل عم نقوله انه الشعارات اللي عم يطلقها الحراك المدني جدا جميلة ورح نعيش بوطن، يعني خلينا نقول المدينة الفاضلة، يعني وشعارات من مختلف الاتجاهات كانت نسائية او حتى حقوق انسان وحقوق اطفال، خلينا وصلنا لحقوق الجنسية للمرأة، يعني وصلنا لشعارات. شو هلا بالمرحله الجديده عند تشكيل الحكومه شو هي الملفات الطارئه، اقتصاديه قضائيه ولا سياسيه؟ عظيم، رح اقول لك بس اسمح لي. تفضل. انا وياك والمواطنين اللبنانيين كلنا ضحيه ممارسات احزاب السلطه لهالفتره الطويله، خلونا نفكر انه يعني ابسط الحقوق والبديهيات بالحياة الاجتماعية وكذا صارت كأنه مدينة فضلة اللي تفضلت فيهم. هلا هيدول أبسط الأمور، أضعف الإيمان هيدول، وقت عم تحكي عنهم عم تحكي عنهم كأنه يا لطيف إنه هيدا حلم وما رح يوصل. هيدا مش حلم، هيدا البديهيات، هيدا أضعف الإيمان. بس قد ما عيشونا بالجحيم على 40 سنة صرنا مفكرين إنه هيدا حلم. أنت 40 سنة ليش كان التصويب على آخر 3 سنين من الحكم؟ يعني نحن هيدي القصص اللي عم نعيشها، نحن عم نعيشها من التسعين، إذا ما نقول زمانا نطول الفترة أكثر من التسعين، قطع كذا رئيس جمهورية، قطع كذا حكومة، شفنا الحراك كان تصويب على عهد الرئيس ميشيل عون وعلى بالذات على الوزير جبران باستيل، على بعض الوزراء، بعض الوجوه اللي يعتبرها الحراك مستفزة. عظيم، في سببين ثلاثة. تفضل. أول سبب، أول سبب هو البارانويا تبع الأشخاص هن بحد ذاتهم، بحد ذاتهم البارانويا طبعا اللي بيعتبروا انه الناس عم تقوس عليهم. يعني وقت بنقول كلهم يعني كلهم بنكون عم نصوب عليك، ولا انت بعتبر حالك مختصر الكل بشخصك الكريم؟ لا، الشعارات اللي طلعت. طيب الشعارات طلعت ليش؟ لسببين اخرين. اول شيء انا برايي البارانويا والميجالومانيا يلي الواحد بيعتبر حاله انه هو حاصر الكل بشخصه الكريم، هيدي واحد. اثنين الناس بحاجة لتشوف ولتلمس، يعني ما فيها تتخيل. وبعدين خمس سنين وعشر سنين والتسعينات وكذا مضوا، في ناس ما كانوا خلق. وبعدين عم نحكي عن جيل، عن جيل جدا صغير. مين مين عمل الثورة؟ ثورة شبابية، ثورة شبابية ما شافوا من وقت ما وعيوا على الحياة السياسية. هودي الوجوه اللي شافوهم، هودي الوجوه اللي استفزوهم. يعني ما بدون يحطوا وج على الفساد، ما بدون يحطوا وج على الطائفية، ما بدون يحطوا وج على الزبائنية، ما بدون يحطوا وج كذا. يعني مش أنا وياك عم نقول لك حقوق المسيحية كل النهار من عبكرة العشية حقوق المسيحية؟ يعني أنا مسيحي وأنت مسيحي، جربت فتش على حقوق المسيحية، أنا ما لقيت في شيء اسمه حقوق المسيحية. في حقوق اللبنانية، المسيحيين ما بيشربوا ماي اكثر من غيرهم وبدهم اساطير اوسع من غيرهم. طيب اذا من عبكرة العشية بتقول لهم انا حقوق المسيحية وغيرك بيقول لهم انا بي السنة كل النهار
وغيرهم بيقول لك المحرومين الشيعة، انه هدو الوجوه اللي حفظون. هلا تالت موضوع ويلي هو مهم، يلي اعتبروا انه مصوب عليهم لانه هم يعيدوا الحراك، مش الحراك عديهم، حراك قال كلكم، يعني كلكم حطهم كلهم بزيت السلة. رجع البعض قبل اخذ خسارته وطلع وقال لهم كلهم يعني كلهم هني، انا بطلت، انا صرت معكم. لا مش معنا، نحن عم نحكي عن الممارسات. اوكي، وانت عاديت الحراك وعم بتقول انتوا عم توجهوا علي. لا مش عم نوجه عليك لك وحدك، عم نوجه كلكم يعني كلكم على الخمس ركائز تبع النظام، يلي ان الفساد، نرجع عن جديد الفساد والزبائنية والطائفية. انا عندي سؤالين استاذي. نعم. يعني هلا سالتني سؤال عن شو المراحل، بتحب نحكي رح احكي عن المراحل، بس سؤال، اذا انعملت حكومة تكنوقراط برئاسة رئيس سعد الحريري هل بيقبل فيها الحراك؟ وحياتك ما بعرف، بس انا برايي لا، ما راح يقبل فيها الحراك. انا برايي لا، بس ما بعدك عم تقول معنا رفاهية الوقت. نحن عم نتبع الشارع، مش الشارع عم يتبعنا. نحن بكل صراحة عم نتبع الشارع، عم نسمع الشارع، عم نشوف الشارع، عم نجرب نلخص ونعمل خلاصات من شو عم نسمعه، عم نجرب ننشر. بس كان أكتر شيء الرئيس الحريري متجاوب مع الحراك المدني، يعني ما في أقل من 72 ساعة قدم استقالته وقال أنا يعني بسمع للحراك ورح نعمل حكومة تكنوقراط وقدم وراء إصلاحية. طب يعني قدم كتير تنازلات، طب ليه راح يكون في رفض؟ وتاني شيء عم بعدك عم تقول معنا رفاهية الوقت، بتعرف بنعرف كمان انه الرئيس الحريري هو خلينا نقول البي بي ار للبنان للدول العربيه ولا الغربيه. هيك ما اختلفنا، بس معلش مع احترامنا للرئيس الحريري، في كتير ناس بيعملوا بي ار، في كتير ناس بيوحوا بالثقه، في كتير ناس بيوحوا بالثقه. في مثل بيقول شجره تنعرف من ثمارها، يعني كمان يعني الغرب او الممولين او المستثمرين. طيب ما الشجره تنعرف من ثمارها، جيت انا بالاول كان عندك رصيد، درت هالفترة وما مشي الحال، رجعت درت فترة تانية وما مشي الحال. اليوم رصيد أحزاب. نعم. رصيد كان أحزاب، هلا في رصيد تكنوقراط رح يكون معه، يعني الفريق العمل. وريتك مبارف عم لك شو رأيي بس. وبعدين برأيي عم نضر الرئيس الحريري وقت ما نقول الرئيس الحريري مع الحراك. أوكي. عم نحطه بمواجهة مع اللي ضد الحراك. وعم نضر الحراك نقول له إنه الرئيس الحريري مع الحراك. الحراك هو المواطن اللبناني الحر المتحرر من كل القيود. اوكي، هيدا الثوره. نعم. هيدا بي الثوره وقائد الثوره يلي عمليا ومن باب النكته قائد الثوره هن اهل السلطه، من رئيس حريري للرئيس عون لزعماء الاحزاب، كل ما بيطلعوا بتصريح وكل ما بيطلعوا بمبادره هن اللي عم بيحركوا الشارع، وبيرجع بيقولوا لك في مؤامره عم تحرك الشارع. يا اخي لا، مش في مؤامره عم تحرك الشارع، الشارع عم يصرخ لك وجعه وانت ما بدك تسمع، وترجع بتقول في مؤامرة عم تحرك الشارع. طلع الرئيس الحريري وطلع لنا ورقة، يعني بسموها ورقة اصلاحات، واللي هي بالحد الادنى انفصام بالشخصية واستخفاف بعقول الناس واعتراف. ليش ما بنسمع انه سمع للحراك؟ نعم. ليش ما بناخدها بعين الاعتبار انه هو سمعوا للحراك وعملوا هالورقة؟ سمعوا للحراك يعني بكل هالسنين الماضية والسنة مسابة، كيف مسابة السنة ومن بعد كذا سنة بقى لموازنة، السنة هذه الحمد لله مشروعين موازنة بثلاثة أشهر 2019 و2020، وأخذوا كل شيء في شغل وراء وأخذوا وردوا كذا لينزلوا العجز من 9% لـ7.5%. أوكي، أخذت معهم شهرين للتسعة ستة. بسحر ساحر صارت 0.6. يا قبل عم تسرقني يا هلا عم تضحك علي يا خيي، قل لي وحده من اثنين واثنيناتهم انت اخسر، يعني هذا فاول خلص. طيب تفضل. هن عم بيقودوا الثوره بتصريحاتهم وبقراراتهم وبمبادراتهم، ما بقى يفكروا غير هيك. في انتهازيين ولا نقدر نتحصن ضد اي تدخل، لانه نحن اللي عم نغرق، خلينا وحدتنا بأخذ القرار تبعنا وما نسمع لا إذا إيران فارضة أنه بدأ الحزب بقلب الحكومة، ولا إذا أمريكا فارضة أنه الحزب الله ما يكون بالحكومة، لأنه نحن اللي عم نروح الضحية. خلونا شي مرة ما نكون لا مع أمريكا ولا مع إيران لا مع السعودية ولا مع سوريا، نكون مع لبنان لأنه لبنان عم يغرق. طب رح نكون مع لبنان، بس ما بدنا كمان اتصال خارجي ليجي الدعم ليجي المساعدات إذا مش راضيين عنها. أنت خايف من لبنان ومن اللبناني يلي عمل كل اللي عمله، انه
اذا ركب حكومه وحي بالثقه ما يرجع دغري يبني شبكه علاقات ويستقطب استثمارات ويحل المشاكل ونرجع نطلع ونعيش اللي انت معتبره حلم، نرجع نعيش بطريقه طبيعيه. طيب شو بيضمن لك؟ انا عندي سؤال، شو بيضمن؟ عندي سؤال قبل ما نفوت بالملفات اللي حضرتك اللي بتحكيها، بس شو بيضمن مثلا انه اجت حكومه تكنوقراط حزب الله خارج هذه الحكومه، لكن العقوبات الامريكيه مستمره اللي هي كمان ضيقت كثير على الاقتصاد اللبناني، لانه حزب الله بعده موجود بلبنان، يعني شلناه من الحكومه بس بعده موجود وسلاحه موجود. نعم، العقوبات على لبنان اليوم شو هي؟ اقتصاديه. وين هي؟ شفنا، بس قل لي عدد لي جمال ترانست بانك، شفنا التضييق على المصارف، شفنا التصنيفات اللي عم بتصير تكلم. يعني طب ما هو كله من ضمن الباكج. برايي انا اللي عم شوفه صار له اكثر من 10 سنين 15 سنه في بالعالم كله محاربه التهرب الضريبي، محاربه تبييض الاموال وتمويل الارهاب، راكب انظمه وقوانين للعبه بكل العالم، وما بفتكر لبنان مخصصينه بشيء. مش بس نحن صار علينا هيك عمليات، غيرنا كمان صار عليه هيك عمليات. نحن مش مخصصينها، هيدي انظمه مطبقه على العالم كله، نحن كنا مبسوطين لانه عندنا سريه مصرفيه، ولانه الاقتصاد تبعنا مبني على اقتصاد فوق الطاوله واقتصاد تحت الطاوله، وفي عندنا قسم كبير من استقطاب الاموال اللي هو تبييض اموال وكذا. طيب لازم نبلش نفكر انه كمان نحن يعني تدخل الخارجي بس الحق عليهم؟ ما نحن عم نتدخل بالخارج، وقت نحن بنساعد جماعتهم يهربوا ضريبتهم، وقت نحن بنساعد الخارج انه يتبيض اموال الفاسدين عندهم والى اخره، بيكون هن عم يدقوا فينا ولا نحن عم ندق فيهم؟ طيب الانظمه الدوليه والمؤسسات الدوليه مثل الامم المتحده، مثل الجامعه العربيه والى اخره، معموله وخاصه اللي لازم يتكمشوا فيهم هدول هالانظمه الدوليه وهالمنظمات الدوليه، البلدان اللي صغيرة لأنه ما في شيء بيحميهم غير هاو، وإلا الكبير بيأكل الصغير، ونحن بلد صغير ضروري نضلنا مكمشين بالأنظمة الدولية والدولية والمؤسسات الدولية. طب أنا عندي سؤال بعد حضرتك سألتك إياه قبل، الملفات اللي ممكن تكون على طاولة الحكومة الجديدة شو ما كان شكلها، يعني بعدين رح يمكن توصلوا لتسوية معينة، بلف الاقتصاد، السياسة، أم القضاء؟ نعم رح أقول لك. تفضل. القضاء هو شقفة من ملف أكبر. أوكي. أول شيء قلنا أزمة اقتصادية، أول ضحية هن الفقراء. أول أولويات الحكومة شبكة الأمان الاجتماعي، يعني طبابة، الشيخوخة، التعليم، هيدول شبكة الأمان الاجتماعي بلبنان بتشكل 1% من الدخل القومي، يلي هو أوطى نسبة بالشرق الأوسط بشمال أفريقيا. وبيظل أزمة اقتصادية مثل ما هي ومثل ما رح تتطور، ضروري بأسرع وقت ناخد تدابير جذرية على القليل ندوبلها، على القليل. هيدي لازم تكون أول أولويات الحكومة. وبعدين بيقولك ما في مصاري. طيب. بس التوفير مش عدم الصرف، هو الصرف بالمكان المزبوط. مسابة إنه شبكة الأمان الاجتماعية أغلبية المصاري اللي تستثمرها بقلبها بتضل بالاقتصاد اللبناني، ما بتروح لبرا، ما تشتري فيها شيء مواد من برا، كله تعليم من جوا، كله من جوا، خدمات من جوا، يعني بيضل المصاري بالاقتصاد اللبناني. تاني شيء بدنا نسكر هالبخش اللي بالسفينه اللي عم بفوت ماي كل يوم. شو سببه هذا البخش؟ ثلاث اشياء. كلفه الدين العام عم نحكي ب 6 مليار دولار بالسنه. اثنين، الكهرباء عم نحكي ب 2 مليار دولار بالسنه. وثلاثه، بدي اقسمه شقفتين، الثلاثه الفساد والتهرب الضريبة، ووزن الإدارة، وزن الإدارة بفسادها الصغير على الموازنة العامة وعلى الاقتصاد طبعاً. يعني الفساد، وقت بحكي بالفساد بحكي عن فساد أحزاب السلطة وعن محميات أحزاب السلطة، يعني الملفات الكبيرة اللي عم نحكي فيها بالمليارات. هن عطول وقت نحكي بالفساد بيقولوا لك فساد الإدارة، لا يتربوا أنه فساد الإدارة، لا، الإدارة لها وزن كبير من وراء الزبائنية، وعندها وزن هائل لحجم الاقتصاد تبعنا وللموازنة تبعنا، وزن الإدارة والفساد تبع الإدارة اللي هو صغير. بهذا المحور هون
اول تدبير لازم يتاخذ هو القضاء. كلهم صار لهم 3 سنين شفت لك شو واحد قال لك انا مع الفساد؟ لا كلهم بيقولوا لك بدنا نحارب الفساد وعم نشيل الفساد وكذا، بس على طول الفساد كان انا وزاره لمكافحه الفساد، طلعوا كلهم شرفه مكه بالاخر وانا وياك فاسدين، هذا اللي تبين معنا بالاخر. وقت بدك تشتغل على الفساد فعلا بدك اول شيء اجهزه الرقابه لطلقه الفساد واجهزه الرقابه كتار، بدك تامن له نزاهته وكفاءته واستقلاليته لاجهزه الرقابه، وهي موجوده بالموجودين في كتير ناس عظيمين بس مسيسين. ونفس الشيء للقضاء نزاهه وكفاءه واستقلاليه، ونفس الشيء للاجهزه الامنيه، لانه هودي الثلاث اجهزه، اجهزه الرقابه والقضاء والاجهزه الامنيه، هم اللي فعلا بكافحوا الفساد. تجي بتشوف بمشاريع الموازنه مخففين لهم من الموازنه تبعهم، مخففين لهم من الملاك تبعهم، ما عم بيعبوا لهم الملاك تبعهم، بيوصفوا 5000 او 10000 برات القانون وما بيزيدوا قاضي بديوان المحاسبه يلي ناقص اكثر من نص ملاكه. يعني عم يضحكوا علينا، هيدي حكومه مستقله ونزيهه وكف نظيف تعملها وتعملها بسرعه. كلفه الدين كذلك الامر، في كذا اقتراح وكذا خطه، والكهرباء كذلك الامر. اهم شيء نرجع على الثقه، شو شكل الحكومة، وما بكف تكون الحكومة مستقلة وقادرة ومصغرة، ضروري أول ما توصل تاخد بعض التدابير لتقوي الثقة، لأن الواحد بيكسب الثقة. شن التدابير اللي ممكن تاخدون؟ كتار، خلينا مثلا توصل الحكومة نهار اللي بتوصل، بدل ما يعملوا لنا مثل اللي عم يضحكوا علينا على التلفزيونات انه رفع السرية المصرفية وغير رفع المصرفية، بيصرح عن كل أمواله وأملاكه وكذا بقانون وبلا قانون، بس تكون واضحة وشفافة. واحد. اثنين، تاني نهار بيطبقوا قانون الحصول على المعلومات بمرسوم تطبيقي بلا مرسوم تطبيقي، يطبقوا يفرضوا على كل المؤسسات الرسمية قانون حصول المعلومات فورا. يعني ما في ناقصة، ما في شغلة، ما في توظيفة الا محل المواطن بيقدر يشوفها ويقدر يعرفها. ثلاثة، مجلس الوزراء مش بس قرارات مجلس الوزراء بتبين على الناس، محضر مجلس الوزراء، بقال مجلس الوزراء مين قال شو مين كان، محضر مجلس الوزراء لازم يكون معلن. خمسة، الحكومة الإلكترونية ويبلشوا برئاسة الحكومة. ستة، قانون المشتريات العامة والمناقصات، وكل هدول النصوص موجودة بس بدها تطبيق. يعني بجمعة واحدة بيقدروا يمشوا كل هدول. صدقني انه ما في شركة بتضل بعيدة عن لبنان وتكونوا بيعرفوا انه هودي شروط اللعبة وينين اللعبة. هيدا كله لتسترد الثقة، وبعدين في خير الله ملفات ايه بدك. اهم شيء يعني عنوان اللعبة توزيع الخسائر بطريقة عادلة، يعني ضلوا على 40 سنة يوزعوا الثروات والارباح بطريقة غير عادلة، وهيدا شيء خلل فادح بالعدالة الاجتماعية. والخلل بالعدالة الاجتماعية كل الناس بتعرف انه هيدا الارض الخصبة للمشاكل وللحروب. يعني بال75 ما كان صار معنا حرب، برغم كل المشاكل ما كان صار حرب لو ما كان في خلل بالعدالة الاجتماعية. ضلوا 40 سنة توزيع الارباح والثروات بطريقة غير عادلة، وصلتنا للأزمة الاقتصادية الفساد يلي هو توزيع غير عادل. اليوم اللي عم بيجربوا يعملوا لها بلشت الأزمة، وشو اللي عمل الانتفاضة؟ الثورة مبلشة، بس وبلشت الأزمة الاقتصادية جربوا كمان مرة يدفع الشعب، وهي اللي هي طريقة غير عادلة لتوزيع الخسائر. اليوم في عنا تفليسة، في فاتورة بدنا ندفع حقها، اللي بده يدفع حقها مش المواطن. بدنا نبلش من فوق ونزول. عندي سؤالين قبل ما نختم. تعتبر الأزمة مطولة؟ يعني كل الناس رح تقول، في ناس عم تقول الثورة بعد ما بلشت، وفي ناس قالت تقول رح مطولة، وفي ناس رح تقول خلصت، في ناس قالوا خلصت. يعني خلينا نشوف أوقات نجس النبض الشارع بقول خلاص خلص ما عم ينزلوا مثل الأول، في ناس تقول بعد ما بلشت الثورة، وفي ناس يعني بتقول مطولة القصة. بحب ذكرك إنه الثورة بلشت قبل 17 ورح تكفي من بعد ما توقف الانتفاضة اللي هلأ عم نعيشها، اللي الناس بيسموها حراك. أو الثورة بلشت قبل، ولا محل رح توصل لتغير النظام، يعني رح نخلص بهالبلد من الطائفية، رح يصير في مواطنة ودولة قانونك، لا محل. عاجلا أم آجلا رح تصير، لأنه بلشت بالنفوس والأغلبية الساحة. هلأ
الانتفاضة الحالية رح توقف رح تخف، الثورة تاخد عدة أوجه مثل ما هلأ الانتفاضة أخذت عدة أوجه، شي بيرسم وشي بيغني وشي بيدق طناجر وشي بيولع شموع وشو بيعمل مسيرة وشو بيعمل سلسلة بشرية من الشمال لجنوب وكا، أخذت عدة أوجه ورح تضل تاخد عدة أوجه. يعني إذا بطلوا ليلا نهارا بالصحات بيصيروا بس بالليل بالصحات، يمكن إذا برديت الجمعة لازم نشتغل سبت أحد بيرجع الصحات، تسكير طرقات أو مش تسكير طرقات، إذا في شغلة قرار داهم بيتسكر الطرقات لي نسابع بالقرار، ما فيك تعرف الشارع شو بيقرر، بدنا أنا وياك نشوفه ونلحق. قلت لك كمان إنه الحال هيدا حكومة لون واحد سياسية أو تكنو سياسية أو مستقلة، ما خيار وقت مش خيار، هيدا الوضع فرض علينا الحال. طيب الوضع فرض علينا الحال، وأنا بقول لك إنه الوضع فرض علينا الوقت، ما بقى عنا وقت. طيب تعتبروا في إيه رح نروح على مشهد تراجيدي؟ ما بفتكر ساحة مقابل ساحة، أعمال شباب أو جربوها جربوها، بفتكر الكل اقتنعوا إنه هذه بتخسر أكثر ما بتربح، وعلى كل حال بتخسر لبنان والمواطن اللبناني، وبفتكر إنه بلشوا يحسوا إنه خسروا كفاية وما بقى يسوى يخسروا أكثر من هيك. كلمة أخيرة أستاذ، ما حدا يقطع الأمل، ما حدا يقطع الأمل، بدنا نغير بالقيادة، والقيادة اليوم هن الشباب، لأنه الشباب بيبيضوا الوجه. شكرا لك أمين عام الكتلة الوطنية بيير عيسى، نحن لحظات مع الإعلان ومنكملين معكم بلبنان اليوم.